إذن علي، نبدأ من القمة الثلاثية التي استضافتها طهران في الأمس بين تركيا وإيران وروسيا. لدينا هذا العنوان في صحيفة إزفستيا الروسية: ثلاثي الوحدة. أما صحيفة إيران ديلي: مؤتمر التقارب الإقليمي في طهران. وهو كان مؤتمر أو قمة وعلى هامشها جرت الكثير من الاجتماعات والاتفاقيات. نعم، ثلاثي الوحدة يعني محاولة من الإعلام الروسي للحديث عن أنه توجد وحدة بين هذه الدول الثلاث، رغم أنه في الحقيقة ربما يكون لمصلحة آنية محددة لكل واحدة من الدول أمام الولايات المتحدة. بالنسبة لإيران وروسيا واضح لماذا هناك موقف ضد الغرب وضد الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة لتركيا الأمر مختلف بعض الشيء، رغم أنه يعني العلاقات بين تركيا وبين الولايات المتحدة ليست صافية، ولكن أن نشمل تركيا في ثلاثي واحد موحد في وجه الغرب أمام في وجه الغرب باعتقادي يعني مبالغ به بعض الشيء، ولكن الصورة تتحدث عن نفسها. الصورة في الإعلام الإيراني الذي يقول مؤتمر التقارب الإقليمي في طهران. بشار، لا شك أن لروسيا وإيران حساب مع الولايات المتحدة ومع الغرب. أردوغان يواجه معضلات في علاقاته مع الولايات المتحدة تتمثل برفض الولايات المتحدة تزويده بطائرات الاف 16 وأيضا الاف 16. يعني الاف 35 هي قضية كبيرة، ولكن لم يتوقع أحد أن تكون هناك مذكرة تقدم إلى الكونغرس من قبل أكثر من 100 عضو يطالبون الولايات المتحدة بعدم بيع طائرات اف 16 لتركيا. العنوان كان أستانا وسوريا وتركيا لاعب أساسي في الشمال السوري، لكن باعتقادي رغم أن العنوان القمة كانت سوريا، إلى أن إرسال رسائل إلى الغرب أن هؤلاء القادة الثلاث يمكن أن يكونوا محور بديل أو محور منافس، هذه الصورة كانت هي رسالة القمة باعتقادي. وقضية المحور أو المعسكر هي الرسالة التي تلقاها الغرب وفق ما نرى في العناوين التالية: الأخبار اللبنانية، قمة طهران، جبهة بديلة بوجه الغرب، نيويورك تايمز، دعم إيران للحرب يقدم لبوتين حليفا جديدا، وول ستريت جورنال، بوتين المنبوذ بسبب الحرب يلاحق قادة إيران وتركيا، أما إسرائيل هي يوم حلم بوتين وخامنئي، ضم الصين إلى تحالف ضد الغرب. أي أن الغرب بالفعل ينظر إلى هذا المحور، يضم أيضا الصين والهند ودول أخرى كجبهة موحدة ولو أن هناك خلافات كما قلت. يعني هناك خلافات، أنا لا أرى أن الصين والهند يمكن أن تكونا في جبهة واحدة، رغم أن الصين والهند لديهم مصلحة الآن في تحويل كل الغاز والنفط الروسي الذي لا يتم بيعه إلى الغرب إلى أسواقهما بسعر معقول، ولكن الأخبار وهي مقربة من إيران ومن حزب الله تكتب جبهة بديلة بوجه الغرب مرة أخرى، يعني أن ندمج نشمل تركيا في جبهة. أعتقد أن الأتراك بنفسهم هم لا ينأون عن نفسهم، لأنهم لو أرادوا النائي بنفسهم عن هذه الصورة لما ذهب أردوغان، لكنهم أيضا يعني هناك مثل يقول أن أردوغان منذ سنوات يلعب على الحبلين، أي يعني رسائل إلى الغرب ورسائل إلى الشرق، ولكن باعتقادي الأيام القادمة سنرى هل نجح أردوغان بوساطته في مجال في قضية الحبوب، أم أنه استغل تقاربه مع روسيا لحل مسألة الحبوب والأزمة الغذائية فقط في تركيا، وبالمقابل ربما يدفع بالعملة السورية إلى الجانب التركي، رغم أن الدول الثلاث قالت أنها تؤيد سيادة سوريا، والدول الثلاث أدانت التواجد الأمريكي في سوريا، والدول الثلاث أدانت القصف الإسرائيلي المستمر في سوريا. وهذا يجعلنا نتساءل، أردوغان الذي في الأشهر الأخيرة اقترب من إسرائيل يقترب الآن من إيران خصم إسرائيل، رغم أنه فقط قبل أسبوعين كانت هناك أنباء عن اكتشاف خلايا لإيران تستهدف إسرائيليين في تركيا وامتعاض تركي من هذه مثار الاستغراب، وناقشناه في النشرات وفي البرامج علي بالأمس، أي هذا التقارب مع إيران. إسرائيل تنظر بقلق إلى التقارب التركي الإيراني وأيضا إلى التقارب الروسي الإيراني كما نرى في العنوان التالي: جيروسالم بوست، إسرائيل تنظر بقلق إلى زيارة بوتين لإيران، ولا ننسى بأن روسيا عمليا هي جارة
إسرائيل عندما ننظر إلى ملف سوريا. لا شك، وأعتقد أننا سنأتي على هذا العنوان. هناك في الإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن قيام إسرائيل ببيع طائرات، ببيع صواريخ لليونان، بمعنى أنه قبل أيام أو أسابيع كنا نتحدث عن شهر عسل تركي إسرائيلي، الآن على ما يبدو هناك متغيرات لها علاقة باعتقاد بشار أيضا بدخول رئيس وزراء في إسرائيل جديد، يعتقد أن لا يجب على إسرائيل أن تناور فيما بالأزمة بين الدول العظمى، ولكنه يعتقد أن على إسرائيل أن تكون وتعلن جهارا أنها مع المعسكر الغربي في وجه روسيا وحلفائها. صحيح. إلى باقة من العناوين التي تعقب على نفس الموضوع، ملية التركية، أردوغان يتحدث بوضوح عن سوريا، سوف نسقة الإرهاب جمهوري إسلامي الإيراني، هجوم عسكري على سوريا سيضر بالمنطقة ويفيد الإرهابيين، الوطن السوري المقداد أي فيصل المقداد وزير الخارجية السوري، وقمة ضامني أستانة مواجهة الإرهاب والالتزام بسيادة الدولة. لاحظنا من خلال الكلام علي في قمة الأمس أنهم تجنبوا الخلافات حول العملية العسكرية شمالي سوريا وتوحدوا حول كما تفضلت الموضوع الأمريكي في سوريا وشرق الفرات، لأن الخلافات تبقى على ما هي عليها فيما يتعلق بالنسبة لسوريا. أردوغان بنى رصيده في السنوات الأخيرة على دعم المعارضة المسلحة السورية ودعم من قال أنهم الأبرياء في سوريا، وبدأ وكأنه يعني نصير المستضعفين هناك، ولديه مجموعات مسلحة سورية يستخدمها في مناطق أخرى ليس فقط في سوريا، مثلا في ليبيا حينما يكون هناك حاجة. لذلك أنا أعتقد أنه ينتظر اللحظة المناسبة ليبرم ربما صفقة مع الجانبين الإيراني والروسي فيما يتعلق بالشمال، فيما يتعلق بالشمال السوري. الإدارة الحالية في الولايات المتحدة مزعجة بالنسبة للرئيس أردوغان، هي كذلك بالنسبة للرئيس بوتين. باعتقادي يعني تركيا تناور على أكثر من مكان. ولكن هذا صحف أوروبية وأمريكية وصفت هذه القمة أو هذا المحور محور الاستبداد، ولو أن تركيا تظل جزء من الناتو إلا أنهم ينظرون إلى تركيا وهذه اللقاءات بعين الريبة. يعني الغرب يعني من ناحية هو يريد دعم تركيا، ورأينا في الأيام الأخيرة كانت هناك استموات غربي لكي توافق تركيا على انضمام دولتين إلى حلف شمال الأطلسي، ولكن أردوغان يفهم جيدا أن سياسته لا تروق للكل الغربي، وأن الغرب كان يفضل النظام القديم في تركيا، النظام العلماني تانسو تشيلر ومسعود يلماز وأصدقائهم، و ليس حزب العدالة والتنمية. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن أردوغان اختار وحسم أمره أنه في معسكر روسيا وكل المعسكر المعارض للغرب.